ويحلى رمضان مع المرد للأطفال. في كل حال بلا محال هناك حل للسؤال، وفي الحكاية نقول ما قد جاء عنهم وما يقال، نقول بعض صفاتهم ونبذة عن طباعهم لنقتدي من حياتهم، وفي الأخير لنا سؤال. بكل يوم لنا لقاء، بكل ود على صفاء، ندور بين الأصدقاء، نريد حلا للسؤال، نريد حلا للسؤال. في كل حال بلا محال هناك حل للسؤال، وفي الحكاية نقول ما قد جاء عنه وما يقال، هناك حل للسؤال. لا 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 لا. أف من أشغال المنزل، هم تعب ثم عناء، ما بدهاك يا أختا، صوتك قد ملأ الأرجاء، صوتك قد ملأ الأرجاء. لو كان لدينا خادمة كنت سأحيا دون شقاء، كنت سأحيا دون شقاء. موقفك هذا ذكرني موقف بنت ما أحلاه، مثل النحلة كانت تعمل أعمال المنزل تتحمل، أعمال المنزل تتحمل. لكن قد جاءت في يوم تسعى قالت يا أبتا، منهكة في جسدي ألم من عمل دوما ألقاه، من عمل دوما ألقاه. هل كانت تطلب خادمة لتحقق ما تتمناه؟ لتحقق ما تتمناه. قد علمها الوالد ذكرا فاحت أطياف بشذاه، حمدا تسبيحا تكبيرا، غيث من خير ترضى، غيث من خير ترضى. كم عادت في لغز جاءت شخصيتنا كي تلقاكم، من منكم يعرفها قولوا، وغدا في الموعد نلقاكم، لا لا، وغدا في الموعد نلقاكم، لا لا لا. هناك حل للسؤال، وفي الحكاية نقول ما قد جاء عنهم وما يقال، نقول بعض صفاتهم ونبذة عن طباعهم لنقتدي من حياتهم، وفي الأخير لنا سؤال. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.